وزيد زيد اللي زادوا 5 درهم زادوا فيها 10 دراهم ولا 5 دراهم غير معقوله بالنسبه للمواطن المغربي، لانه خاصه في الجائحه اللي كنعيشوا دابا حنايا، جائحه صعبه والانسان ما خدامش وكاين اللي ما عندوش دابا، ما كيراعيوش المصلحه العامه كيجيو المصلحه الخاصه، وكنطلبوا من الله يدير شي تاوين ديال الخير. وزياده ماشي في محلها، الا جيتي تشوف بنادم ملي كيزيد كيأثر على الناس الضعفاء، والناس الاغلبيه في هاد كورونا كلشي ضعيف، كلشي مغلوب، كلشي الله يعان به. مع هاد المشاكل ديال كورونا راه كملت البايه، بنادم خصو يتعاونوا معاه، الناس يلاه ناضوا يلاه كيبداو يتحركوا يلاه، خاصهم يبقى هذاك الشيء بلاتي شويه واحد العامين، ديك الساعه بغى يزيدوا يكونوا بنادم زايدين ليه في الخلصه عادي يزيدوا، والخلصه ما كاينه والخدمه ما كاينه، ابنتي تخرجت وما كاينه لا خدمه لا والو، فين هي الخدمه؟ لقيناها راه بنادم ما كايناش خدمه، وكنزيدوا على بنادم فين غادي هاد بنادم فين غيوصل؟ بصراحه الدنيا الا بقى بنادم تابعها غادي تخرد له، والله ما خلو بنادم بعقلو. احنا مشغولين هاد الايام بالملولي وبالتحديات ديالو، وقال لك ملولي باغي يتضارب مع ريكو، واحد شويه ولاو كيخرجوا شي وحدين باغي يتضاربوا مع الملولي. المهم عشنا بعد اللهم هاد الشيء ملاهين به، ولا هاد الشيء اللي خرجونا به؟ قال لك اسيدي غيزيدوا جدران في الاطر بالزيت. لا حول ولا قوة الا بالله. هذا بالنسبة لي المواطن اللي غتزيدوا جوج دراهم في الزيت، اللي ما عندوش اش غيدير؟ انتم ما عندكم صالير كيدوز لكم في الاخر ديال الشهر، انتم ما عندكم كل مرة كتقداو واقلة يوميا الله اعلم، المواطن اش غيدير مسكين اللي غادي تزيدوا جوج دراهم في الاطر؟ اذا ما عرفتش لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. هادشي راه مصيبه. انا بالنسبه لي هذا القرار راه اش غيدير الشعب؟ راه غادي يتقبله، راه ابان، راه ابا من ابا وكاري من كاري، راه غيتقبلوا الشعب، ولكن راه خصنا ندويو على راسنا شويه، لان هاد ربع ان هاد جوج دراهم ديال اللي تزادت راه بزاف، راه الريال كيتزاد، راه الريال كيتزاد، راه الريال ضربوا في 4 اترو في 4 ولا في 5 راه كيتزاد، كتزاد القيمه ديالو، وحسك جوج دراهم. ولذلك انا كنبغي نقول قرار ماشي صادم، كارثي في ظل هذه الوضعيه اللي كنعيشوا حنا مع الكورونا وهذا الشيء. انا نقدر نشري داك الزيت، ولكن كاينين كاينين مراوات ارملات، كاين اللي ميت للراجل ما تقدرش تشري داك الزيت، وسينو هما ما عندهمش شي خلصه اللي غادي يتعاونوا بها. بغيت نقول انايا الزيت ما ينقصوا من الثمن، حيت كاين اللي عنده كاين اللي ما عندوش. كما قلت لكم انا نقدر نشري داك الزيت، ولكن كاينين شي ارمالات ما يقدروش يشريوا داك الزيت، وكاينين اللي عنده عائله هازها ما يقدرش يشري داك الزيت، وهادشي اللي غنقول لك. المهم الزياده اخويا كاين اللي كيعتبرها حاجه عاديه، ولكن بالنسبه للمواطن الدرويش اللي ما فحالوش راه اش غنقول لك؟ لا حول ولا قوه الا بالله، حيت هما ما كيخموش لحد الانسان عنده عائله، عنده بزاف د الحوايج اللي خاصو، فهمتي؟ مثلا كما كنقولوا واحد مثلا ما عندوش مثلا ما فحالوش، هذيك 10 دراهم راه تجي شي حاجه اللي كبيره بزاف، اما واحد الانسان اللي خدام مسك عليه الله سبحانه وتعالى راه تجي عاديه. وبالنسبه لهاد الزياده هذه اللي داروا اخويا اش غنقول لك؟ الله يدير لي فيها الخير. هاد الناس هادو راه ما تيخموش لينا، حنا الناس الدراويش راه ما تيخموش لينا. واش نقول لك اخو؟ تصدمنا ملي سمعنا هاد الزياده تزاد ديال الزيت ديال 10 دراهم اللي زادوها، راه قاصحة على الناس اللي ما فحالهمش، الناس الفقراء والارملات، باش هادشي مسكينه قرعه الزيت، ودابا قرعه ديال الزيت كان دايره 12 درهم تولى دابا دايره 310، راه بزاف بزاف على الفقراء. كاين الناس مساكين اللي ما عندهم حتى باش يشرو شي خبزه باش تجيب هاد الزيت هذا،